بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل التحايا لكم أعزائنا من فترتنا هذه يسألونك عن الإنسان والحياة التي تأتيكم مباشرة على الهواء والتي يمكنكم أن تتواصلوا معها على أرقام الهاتف 01-853-804-853-805-853-806، ويمكنكم إرسال أسئلتكم خطية أو نصية على رقم الواتساب 76-64-99-19 ليجيب عليها اليوم سماحة الشيخ زهير قوسان. تحية لكم مولانا، حياكم الله، صباح وأهلا وسهلا بكم. صباح الله بالخير والعافية. مولانا يقول القائل: بعد سقوط الاتحاد السوفيتي قالت مارغريت تاتشر رئيسة وزراء بريطانيا آنذاك: لم يعد لدينا إلا عدو واحد وهو الإسلام، ولابد من العمل على تفريق المسلمين وعدم السماح لهم بالتكتل ضدنا، وهذا ما حصل ويحصل اليوم، وزعماء طوائفنا يساعدونهم على ذلك من خلال الانقسام السني الشيعي الذي نعمل على تعميقه بأيدينا يوما بعد يوم. إلى أين نحن ذاهبون؟ بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. هذا الكلام أنه الغرب بعد سقوط الاتحاد السوفيتي يصرح بأن لا عدو واقعي وحقيقي له إلا الإسلام، فهذا ما هو معروف وما هو سائد وما هو معمول به اليوم، حيث أن كل الجهود تنصب على محاربة الإسلام والمسلمين والسعي لإضعاف الإسلام والمسلمين. وهذا أمر طبيعي ويعمل عليه في كل دوائر الاستكبار العالمي، إن على إضعاف الناحية العقائدية والناحية الثقافية والفكرية، وكذلك الناحية السلوكية للمسلمين والأخلاقية للمسلمين، وكذلك يعمل على هذا سياسيا، حيث يعمد الغرب إلى إيجاد النزاعات بين الشعوب المسلمة بعضها بين بعض، تحت ذرائع وعناوين متعددة. تارة مثلا ينبشون صراع تاريخي حول قطعة أرض حدودية أو مساحة من الأرض حدودية، يثيرون نزاع بين دولتين إسلاميتين حول هذه المسألة، أو بعض مصادر النفط أو الغاز أو الثروات الطبيعية التي واقعة في بلاد في أراضي مشتركة بين دولتين، أو بحسب الأنظمة. يعني المهم أنهم يحاولون بأي سبب من الأسباب أن يوجدوا شرخا بين هذه البلاد الإسلامية. وعلى فكرة الغرب عندما يسعى لبث الفرقة بين المسلمين وبين الكيانات الإسلامية، ليس فقط عن طريق مسألة المذهبية السنية والشيعية، وإلا عندما مثلا بعض دول الخليج يقوم صراع بين دولتين خليجيتين، شو العلاقة السنة والشيعة هون؟ فإذا بدنا نحكي بأن الأنظمة هاي أنظمة تتبع مذاهب، فمعظم دول الخليج إن صح نسبتها إلى مذهبنا المذاهب، فكلهم ينتمون إلى المذاهب السنية وليس إلى المذاهب إلى المذهب الجعفري مثلا. هلا نعم، مثلا بين إيران وبعض دول الخليج قد يقال بأن النزعة المذهبية سنة شيعة قد تدخل في الصراع، لكن مثلا عندما يقع صراع بين دولتين عربيتين خليجيتين، ما له علاقة بالتسنن والتشيع. مش خلاف مذهبي يعني،
من صحيح المذهب. كونهم دولتين إسلاميتين لابد أن يوجد بينهما نزاع ما. نعم. يا على قطعة أرض صايرة على الحدود بين البلدين خلي يصير نزاع بيناتهم، هاي الدولة بتقول هاي إلي وهاي الدولة بتقول هاي إلي، يصير في حرب بيناتهم مشان يبسطوا النفوذ. يعني مثلا لما صار الحرب بين الكويت والعراق عشو مش على أساس سني شيعي، صح أبدا، لأنه لا نظام الحكم في الكويت سني شيعي والعراق سني ولا العكس، وإنما الأمر قام على أنه في دعوة، هذا بيدعي أنه الكويت جزء من العراق أو ليست جزء من العراق، فباعتبار أنها جزء من العراق بده يرجع يضمها ويستعيد سيادته عليها. أمريكا أغرته أنه المهم أنه يعني الغرب بيحاول يوقع هذا الشرخ بين دولتين إسلاميتين متجاورتين، وليس دائما يكون الصراع أساسه مذهب سني شيعي. نعم نعم، في بعض الحالات قد يكون الصراع مذهب سني شيعي بس مش دائما. فإذا نحن تارة منقول بدنا ننسى شيء اسمه سني شيعي، هذا أمر لا يمكن. ليش سمعت شيخ، اسمح لي باتصال، تفضلوا. ألو ألو، السلام عليكم. عليكم السلام. السلام، بدي أسأل سؤال للشيخ. تفضلي. أنا معك أم علي. تفضلي يا حبيبي أم علي. أنا نادر أنه جيب مثلا جيب شغلة لهالمخلوق لهالإنسانة إنسانة مريضة عاجزة. نعم. هي أم طلعتي مش بحاجتها. نعم. إيه، وبدي جيب لها بنفس القيمة غرض تاني هي عاوزته بهالأيام. بيمشي حال هيك؟ يمشي. إذا نذر، إذا نذر شرعي لا. إيه نذر شرعي. إذا نذر لله علي نذر إني جيب الشيء الفلاني لفلان. إيه. وتحقق شرف كذا، لا بدك تلتزمي باللي نذرتي. بس ما هي مش حتى حتى لو ما كان انت نذرتي. الله اكبر. وتحقق النذر يا حجي. ايه الحمد لله. ايه خير ان شاء الله. اهلا وسهلا فيك. هلا ماشي، خلنا نتابع هذا السؤال سمحت شيخ. طب نفترض انه جابت هالغرض هذا عطيته لصاحبته، وصاحبته مثلا قالت له هلا بدلي لي اياه، صار شيء بيمشي الحال. بيمشي الحال. هم هي وفت، اذا هذا مخرج من هي وفت النذر واخذت وصلت بعدين هي بدلت، وهذيك اللي استلمته بدلته بشيء ثاني. او هي قالت له معلش الله يجزيك الخير ويتقبل منك، هذا عندي منه جيبي لي شيء ثاني، فيا ريت بدلي لي اياه جيبي شيء ثاني، خلص ما في مشكله. عظيم عظيم، تنحل القصه لك. طيب سمح الشيخ، إذا موضوع الخلاف السني الشيعي تارة نحن نقول بدنا نلغي شيء اسمه انقسام سني شيعي. هذا حكي مثالي، يعني هذا كأنه عم نغرد خارج السرب، لأنه في عنا واقع أنه في اجتهادات على مستوى العقائد وعلى مستوى الفقه، وعلى أساس هذه الاجتهادات انقسم المسلمون إلى مدارس فقهية ومدارس عقدية مختلفة. نعم. غايته نحن نقول صحيح، نقر بوجود هذه الانقسامات المذهبية وهذه الانقسامات الاجتهادية سواء على مستوى الفقه أو على مستوى العقيدة، لكن هل يلزم منها أن نقيم المتاريس في وجه بعضنا البعض ونشن الحروب على بعضنا البعض؟ قل هذا الخطأ. نعم. الخطأ هنا مش في أصل الانقسام. اليوم حتى داخل المذهب الواحد قد تحصل انقسامات نتيجة بعض الاجتهادات ونتيجة بعض وجهات النظر المختلفة، وهذه الانقسامات موجودة عند كل بني البشر، عند كل أهل الثقافات وعند كل أهل الفكر وأهل السياسة وأهل الاقتصاد. نعم. حتى يعني في كل المجالات الفكرية والعلمية وأي مجال من المجالات بتشوف نتيجة قراءات متعددة، لأن عقول الناس مش كلها واحدة. نعم. وطريقة تفكير الناس مش كلها واحدة، وأنا بقرأ نص معين أفهمه بطريقة وأنت تقرأ النص تفهمه بطريقة، فلابد أن يحصل شيء من الانقسام حول هذه الآراء وحول هذه الأفكار وحول هذه القضايا. غايته أنه هل انقسامنا إلى مذاهب
عقدية أو فقهية أو ثقافية أو ما إلى ذلك مختلفة يلزم منه التناحر والتقاتل والتذابح؟ لا. هذا الغلط، هذا الغلط، أن نحارب بعضنا ونعادي بعضنا ونحقد على بعضنا بسبب انقساماتنا على مستوى الفقه أو العقيدة أو ما إلى ذلك. صحيح. يمكن أن أختلف معك في فكرة، يمكن أن أختلف معك في وجهة نظر، سواء على مستوى الفكر أو على مستوى السياسة أو الاقتصاد أو العقيدة أو الفقه، لكن لا يلزم أن أتخذ منك عدوا وأشهر السلاح في وجهك أو تشهر السلاح في وجهي. تبقى أخي، تبقى شريكي في الحياة، شريكي في الوطن. وهذا واقع الحال شيخنا، يعني هذا هو. احنا مثلا الله سبحانه وتعالى عندما قال في كتابه المجيد يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى، هنا يقر الاختلاف الجنسي، جنس الذكورة غير جنس الأنوثة. وهذا خلاف قائم، نلغيه؟ نقول لازم نوحد جنس البشر، يكونوا كلهم ذكور أو كلهم إناث، لأنه هاي عم يعمل صراعات، عم يعمل مشاكل؟ لا، هذا وضع طبيعي أن تكون هذه الاختلافات حتى يتكامل هذان الجنسان مع بعضهما البعض، وتستمر من خلال تزاوجهما وتكاملهما تستمر الحياة. أيضا وجعلناكم شعوبا وقبائل، شعوب متعددة على مستوى اللون قد نختلف، على مستوى اللغة قد نختلف، على مستوى الأنماط الفكرية والثقافية والعادات والتقاليد قد نختلف، بس كل هذه عم بيقول رغم كل هذه الاختلافات التي تجعل كل جماعة من البشر لها خصوصياتها، لكن هذا لا يمنع أن نبحث جميعا عن نقطة اشتراك وعنصر مشترك بيننا نجعله منطلقا للتعايش. نعم. إذن لتعارفوا. يعني الحكاية سمحت الشيخ الشيعة والسنة إذا رجعنا لها الخصوصية هيدي، الشيعة والسنة لو اختلفوا فقهيا واختلفوا ببعض الأفكار ولكن مش فاتحين المتاريس على بعضهم إلا عندما يتدخل حدا غريب أو نحن نتصرف بطريقة مغلوطة. مظبوط. إذن الأصل مش ما في خلاف، يعني هي يعني في مشكلة الإنسان شو، بغض النظر اليوم عن المسلمين أو غير المسلمين، بغض النظر عن سنة وشيعة أو غير سنة وشيعة، حتى داخل الفريق الواحد، حتى داخل الفريق الواحد عندما يعيش بعض الأطراف أو أحد الأطراف يعيش تعصبا لرأيه، نعم، وينظر إلى كل شخص آخر يحمل رأيا أو فكرا أو وجهة نظر مغايرة لما هو عليه يعتبره عدوا له، هنا تبدأ المشكلة، سواء دخل طرف ثالث أو لم يدخل طرف ثالث. يعني أنا وياك قد نكون من أسرة واحدة ومن بيت واحد، أبطرح سؤال اليوم الزوج والزوجة، يعني سنة وشيعة وإسلام ومسيحية، ضلهم نقرا مثلا ومؤمن وكافر، قد يكونوا أولاد عم. صحيح. رجل تزوج من بنت عمه من نفس الدين، من نفس المذهب، من نفس العرق، من نفس بس بيجوا، هي عندها وجهة نظر، نعم، بتتعصب إلها، هو عنده وجهة نظر بيتعصب إلها، شو بيصير بيناتهم؟ اختلف، أحيانا بيوصل للقتل، أحدهما يقتل الآخر، وعم نسمع. طيب هم ما حدا دخل بيناتهم، ما حدا دخل، لا من أسرة هذا حدا تدخل، ولا من أسرة هذه حدا تدخل، ولا من الجيران حدا تدخل، هني قاعدين مع بعضهم بالغرفة ما في معهم حدها، عم يتحاوروا عم يتناقشوا، هي تعصبت لفكرة هو تعصب لفكرة، قاموا ضربوا بعضهم. بيصير. إذن هذا واقع موجود بين البشر، لما نحن منتقبل الاختلاف وبعتبر أنه الاختلاف أمر طبيعي والاختلاف دليل عافيه
والاختلاف مدعاة لإعادة النظر في كل ما نحمله من آراء وكل ما نحمله من أفكار وكل ما نعتقده من عقائد، وبقبلك وبتقبلني على قاعدة الآية الكريمة وإن أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين كما علمنا الله سبحانه وتعالى. فلما بقبل أنا حاورك وتحاورني على هذا الأساس ما منوصل إلى مسألة الخلاف والصراع حتى لو بده يدخل طرف ثالث بيناتنا. شيخنا ليش على صعيد الذكورة والأنوثة ما خلقوا مشكلة بين قصة أنه ساووا بين الرجل والمرأة، اعطوا المرأة حقها، ما خلقوا شرخ ما بين المرأة والرجل؟ ماشي، بقصد أنه أحيانا قد ما يدخل طرف قصدي ما حفينا نوصل مسألة إلغاء التباينات. نعم صحيح، هذه اليوم كل الكون بما يحتويه من موجودات منشوفه قائم على الاختلاف والتباين بين أجزائه وأفراده وموجوداته. اليوم على مستوى النبات، كل النبات جنس واحد، نوع واحد، صنف واحد، لون واحد، طعم واحد، مش هيدا سمعت شيخ يعني المضمون الحديث اللي بيقول اختلاف أمتي رحمة، يعني عندما تختلف الأمة يعني عم تتنوع وعم تعطي شغلات. فذلك نحن إذا مننظر إلى الكون كله منشوف الوضع الطبيعي أنه في أنماط متعددة. مزبوط. على مستوى النبات عندنا أنماط متعددة، على مستوى البشر أنماط متعددة، على مستوى الحيوان أنماط متعددة، على مستوى التربة في أنماط متعددة من أنواع إذن الاختلاف والتباين والتمايز بين كل أجزاء الكون هذا أمر طبيعي. طيب بعد شغلي سمحت شيخ بدي نوه لإلها إنه قصة إنه كل ما إجينا سؤال عن مثلا هل يجوز مثلا تزويج السني من الشيعية أو تزوج الشيعية من السني وأجبنا على هذا السؤال يعني نتهم عادة ويأتينا السؤال مباشرة إنه أنتوا عم تميزوا بين الشيعي والسني، عم تعملوا مشاكل بين الشيعة والسني. أنا بقول لك أمتى بكون عم بميز بين السني والشيعة وعم بعمل مشكل بين السني والشيعة؟ لما بيجي حدا بيسألني الشيعي بيجوز يتزوج سنية أو الشيعية بيجوز تتزوج سني، وبقول لهم لا حرام، هون بكون عم بعمل شرخ. أما أنا بقول لهم أمر طبيعي، السني مسلم والشيعي مسلم. السنية مسلمة والشيعية مسلمة، وهذا ارتباط مسلم بمسلم. ما احيانا بحكي انا انه صحيح يختلفون، صحيح مدري شو، بس اذا عرفوا يديروا خلافاتهم وعرفوا يتعايشوا مع وجود بعض الخلافات والفروقات بيناتهم ما في اي مشكلة. من ناحية عقدية ما في عندنا مشكلة ان السني يتزوج شيعية او الشيعي يتزوج سنية او العكس، ولا من ناحية فقهية عندنا مشكلة. بإجابي على السؤال، فإذن وين أنا عم كون عم فرق بين السنة والشيعة إذا جاوبت بهذا الجواب؟ بإجابي على سؤال سمحت الشيخ بهذا البرنامج حضرتكم أو سمحت الشيخ عطوي قال إنه إذا تأكدت الشيعية إنه بزواجها من غير شيعي بده يخليها تتخلى عن بعض معتقداتها، يعني إنه مثلا تصلي على غير السجدة التي يصح السجود عليها ما بيجوز لها انه تتزوج، يعني مش لا مش مسألة ما بيجوز يعني بينصح بعدم الزواج اذا تزوجت مش الزواج باطل، غيرته بدها تتحمل وجع الراس والتعب. ايوه هذا هو. وحتى هذا اذا شيعي مع شيعيه كمان. حتى افرض اذا رجل شيعي يا اخي مش ملتزم، رجل شيعي مش ملتزم ولا متدين، واجت امرأة شيعية متدينة، اجى هذا طلب ايدها بده يتزوجها، وعرفنا نحن انه هذا اذا تزوجها بده يمشيها على ذوقه مثل ما بده، هو لا فارقة معه صوم وصلاة ولا حجاب ولا كذا ولا خمر ولا كل هالامور عنده مثل بعضها، ومنعرف اذا تزوجها بده يخليها توقع بهالمشكلة. نعم. لا ننصح بتزويجها، بس فرضنا تزوجت ما بنقول لها زواجك باطل، زواج صحيح. فإذن هذا الحكي لما بنحكيه هذا صحيح. الحكي لما بنحكيه سواء كان شيعي مع شيعية أو سني مع سنية أو شيعي مع سنية أو سني مع شيعية صحيح ما في فرق، لأنه دائما لما أنت بتعرف
حتى انسى مسألة حجاب ومسألة صلاة وسجدة وما سجدة. يا أخي بتعرف واحد بده يتزوج واحدة بده يتعب معها، وقلنا يومتها انه بده يتعب معها لأي سبب من الأسباب، قنبلي ابني، انه انت رايح على مشكل، شو الله جابرك تروح على مشكل؟ نعم. هم ما له علاقة سني أو شيعي، حتى لو بيكونوا من مذهب واحد، حتى بيكونوا من أقرب الناس لبعضهم. إذا أنا بعرف أنا وبنت عمي إذا تزوجنا رايحين على مشكل، أنا وبنت عمتي، أنا وبنت خالي، أنا وبنت خالتي اللي هي من دمي ومن لحمي وبكل شيء وعايشين سوا، بس أنا بعرف إذا ارتبطنا رايحين على مشكل، شو بدي بالشغلة ارتبط؟ صحيح. فهم منقول ننصح بعدم الارتباط. صحيح. مش منكون نحن عم نكرس المذهبية وعم نكرس التفرقة وعم نكرس العنصرية، لا أبدا، نحن عم نحاول نمنع وقوع مشكل، فلذلك بننصح بعدم الارتباط. صحيح. طيب مولانا، بيقول ابني بلا مخرج من حين ما ولد، عنده هالمشكلة هيدي. الحكيم بيقول انه كل حياته بده يبقى حاطط حفاض لانه ما بيحس متى ينزل الخروج، كيف بده يعمل بموضوع الصلاة والوضوء والطهارة؟ هون أول شيء بلا مخرج يعني ممكن يكونوا عاملين له فتحة جانبية. أما حسب تتمة السؤال أنه بده يحط حفاظ لأنه ما بيحس أنه في مخرج، غاية الأمر ما عنده قدرة على أن يمسك نفسه ويتحكم بمسألة الخروج. فهي شغلة طبيعية. يعني إحنا عنا حكم السلس، السلس البولي أو سلس الغائط أو سلس الريح أو كذا، اللي هو الإنسان بيخرج منه البول أو بيخرج منه الغائط من دون ما يشعر وبشكل دائم. فهذا معروف، إذا كان عنده فترة يعلم أنه يتوقف فيها البول أو يتوقف فيها الغائط أو الريح، فحينئذ يمكن أن يؤجل صلاته إلى هذه الفترة إذا كانت هذه الفترة تكفي لإيقاع الصلاة بطهارة كاملة. نعم. فبيأجل صلاته إلى هذه الفترة. أما إذا واحد لا عنده وضع صحي أصلا ما في مجال، فهذا بيصلي طبيعي مع وجود الغائط، مع وجود البول، حتى لو كان أثناء الصلاة يشعر بخروجه. فيتوضأ ويصلي بشكل طبيعي بشرط أنه بيحفظ نفسه حتى ما يوصل البول أو الغائط إلى غير المخرج، يعني إلى بقية أعضاء الجسد، يعني أو إلى بقية الملابس بهذا الشكل، بحيث ما يوصل يتعدى النجاسة إلى غير الموضع الطبيعي، وبيصلي بيعيش حياة طبيعية، لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاه. بهالحالة شيخنا بده تعدد وضوء ولا لا؟ وضوء واحد ممكن يصلي ظهر وعصر؟ لا، بيصلي بيتوضى، إذا شعر بخروج شيء أثناء الوضوء بيرجع بيتوضى للعصر. نعم. أما إذا ما شعر بخروج شيء خلص وضوء واحد بيكفي، وما في حاجة مثلا يضل كل ما بده. هلا الأحسن أنه إذا يغير، إذا كان موجود يعني حاس أنه موجود في غائط في كذا، يغير ويحط مثلا شيء جديد نظيف مع بدون الغائط. أما إذا شعر بخروج شيء بالأثناء لا يقطع صلاته ولا يضطر إلى قطعها ولا إعادتها ولا إلى قضاء ولا شيء. نعم. شيعية تزوجت سني، ماذا عن إذا ما حج الزوج ولم يؤدي طواف النساء، هل تصبح العلاقة الزوجية محرمة بينهما؟ عند إخواننا أهل المذاهب الأخرى في عندهم شيء اسمه طواف الوداع، حسب الظاهر عند بعض فقهائنا لا سيما السيد فضل الله يقول هذا يجزئ عن طواف النساء وما في أي مشكلة. يعني طواف بطواف أي ما في مشكلة. نعم. ومهدي بتقول البعض من الفئة الشيعية يحرمون الوقوف مع شعب غزة من ناحية المقاومة، ويستندون على أحاديث من بحار الأنوار وغيرها مما تقول ألا يجوز نصرة ما يعادي ولاية علي عليه السلام. هذا حكي جديد ما سمعنا فيه سابقا، ما بعرف إذا يعني نحن اليوم أمام صراع مع عدو غاشم لا يميز بين شيعي وسني، ولا بين لبناني ولا فلسطيني ولا أردني ولا سوري ولا شيء، ولا بين من يوالي علي ومن لا يوالي علي. وخير دليل على ذلك أنه قبل غزة صراع قائم مع لبنان. نعم. وكل هذا، فلذلك هذا الحكي مرفوض، ولا نقبل به ولا نعتني به
ونقول أن قضية فلسطين بكل تفاصيلها هي قضيتنا. حلو. قضية الإسلام والمسلمين. نعم. بغض النظر عن أفراد الشعب الفلسطيني سواء كانوا يوالون علي أو لا يوالون علي عليه سلام الله، لأنه باعتقادي ومن وجهة نظري وبحسب كل ما قرأناه ودرسناه، لو أن عليا عليه السلام كان موجودا اليوم ورأى ما يفعله الصهاينة في فلسطين، في غزة، في الضفة الغربية، في كل بقعة من بقاع فلسطين، لوقف إلى جانبهم وقاتل معهم. وخير شاهد على ذلك كل العداء الذي كان بين علي ومعاوية وكل الذي جرى بينهما عندما شعر الإمام علي عليه السلام الله بتهديد الروم لمعاوية، قال كلمته: لو فعلها بنو الأصفر لوقفت مع معاوية. هل كان معاوية مواليا لعلي أم حارب علي؟ يعني هذا الكلام لا يصح أن نتكلم به في هذه الأيام وفي هذه الظروف، بل علينا أن نوحد صفوفنا. نعم. نوحد كلمتنا، نوحد مواقفنا لننصر القضية. وحتما الكلام اللي صادر عن حدا يعني ما عنده أفق واسع. على كل يعني حال، بغض النظر، لا نحن ما بنعرف مين هو صاحب هذا الكلام، ولكن نحن بس نقوله مش بالمطلق. مش حكي الشيعة هيدا شيخ. على كل، حتى لو كان حكي الشيعة، حتى لو صدر من بعض علماء الشيعة، نختلف معهم ولا نقبل هذا الكلام. نحن هذا موقفنا وهذا رأينا وهذه مدرستنا. هذه شبابنا تستشهد. وهذه مدرستنا. نعم. قضية فلسطين قضيتنا، وفقهاؤنا على مر التاريخ شرعوا دفع الحقوق الشرعية للمقاومة الفلسطينية منذ بداية نشأتها. نعم. وعندما يشرع دفع الحقوق الشرعية للمقاومة ولدعم المقاومة بالمال، فيعني أنهم أقروا جهادهم وأقروا مقاومتهم. نعم. وإلا كيف يأمرون ويجيزون ويرخصون بدفع الخمس والزكاة والتبرعات لهذه الفئات ولهذه الفصائل؟ نعم. مولانا بتقول أنه إحدى الأخوات كانت بالجامعة، حبت واحد، الواحد طلع مسيحي، تزوجوا من 12 سنة هالقصة، عندهم هلأ أولاد، وهلأ فاقت لحالها أنه أنا شو عملت بحالي، يعني أنه هالزواجي باطل من الأساس وأنا عايشة بأزمة، فشو الحل؟ شو عندي خيارات؟ ومش عم يطلق، مش عم الخيار تختلي أي أسلم، هي بتقدر تترك وتمشي حتى لو ما عم بيطلق، لأنه زواج باطل. لأنه أصلاً زواج باطل. زواج باطل يعني علاقة غير علاقة شرعية. هاي دي أزمة الأزمات يعني. ما حكم من صلى وهو مستدبراً القبلة تماماً؟ بالنسبة للانحراف عن جهة القبلة، فإذا بلغ حد الانحراف درجة 90 درجة يعني عن جهة القبلة، أو زاد إلى نحو الاستدبار أو بلغ الاستدبار. نعم. فإذا علم في أثناء الصلاة أو بعد الفراغ من الصلاة ولكن داخل الوقت، فإذا التفت إلى ذلك أثناء الصلاة يقطعها ويتجه إلى الاتجاه الصحيح، وإذا التفت إلى ذلك بعد الفراغ من الصلاة وقبل خروج الوقت أعاد الصلاة، وأما إذا اكتشف ذلك بعد انقضاء الوقت فلا شيء عليه. طيب، في أي انحراف سمحت الشيخ معفو عنه بموضوع يعني إذا لم يبلغ الانحراف عن جهة القبلة أقصى اليمين أو أقصى اليسار وما زاد، يعني إذا كان الانحراف أنا متجه مفروض اتجه بهذا الاتجاه لكن انحرفت قليلاً،
فلو أخذت خط من نقطة الانحراف إلى الجهة التي أصل إليها لا يشكل زاوية قائمة مع جهة القبلة الصحيحة، فهذا إذا حصل للمكلف والتفت إليه وهو في الصلاة لا يقطع صلاته وإنما يصحح اتجاهه، وإذا اكتشف ذلك بعد الفراغ من الصلاة لا شيء عليه حتى لو كان داخل الوقت. نعم. هل يجوز أن أعطي الصدقة لأختي المريضة وهي غير متزوجة؟ الصدقة المستحبة يجوز إعطاؤها لأي أحد، والأخت حتى الحقوق الشرعية كالخمس والزكاة يمكن إعطاؤها إذا لم تكن من عياله، يعني ما كانت عايشة عنده هو مسؤول عن نفقتها، فيجوز إعطاها حتى من الخمس أو الزكاة أو الكفارات وما إلى ذلك. لكن إذا كانت من عياله، يعني واحد مثلا أخته عنده ما إلها حدا وما متزوجة وعايشة عنده هو بيصرف عليها وبينفق عليها مثل زوجته وأولاده، يعني فهم ممكن يعطيها من الصدقة المستحبة فما في مشكل. أنا سألت سابقا أنه إذا المرأة التي لا تعطي حق زوجها أو تعطي زوجها حقه لا يجب أن يصرف عليها، صحيح أم لا؟ طبعا الأمرأة إذا كانت ناشز، بمعنى أنها كانت لا تمكن زوجها منها وتمنعه حقه بالاستمتاع من دون أن يكون لها أي عذر شرعي وأي مبرر، يعني مثلا ليست مريضة بحيث أن مرضها يمنعها من هذا الأمر أو ما شابه ذلك، فطبعا هي تعتبر ناشز وبالتالي يسقط حقها في النفقة. النفقة اللي هي شو شيخنا؟ النفقة يعني اللي هي أكلها وشربها و... كل يعني ما تحتاج إليه، حتى أكل وشرب ما بيحق لها، ما بيطلع لها، ما قال الطالب فيه. طيب بيقول كمان أنه الله يسامح في كل شيء إلا ظلم العباد، كيف نحن نسامح الذي ظلمنا والله لا يسامحه؟ الله مش معنى أنه الله ما بيسامح في ظلم العباد، يعني نحن نشبه المسألة بما يدور الآن في القضاء، أنه بيقسموا الحق إلى حق عام وحق شخصي. فمثلا أحيانا بيصدر عفو من الدولة بالحق العام، بيقول لك إذا هناك ادعاء شخصي هذا راجع إلى المدعي. فهذا هو معنى الله ما بيسامح بظلم العباد، يعني الله بيسامح بالأمور اللي بتتعلق فيه هو بس، أما العباد ناطر لحتى العباد هن يسامحوا بعضهم، إذا سامحوا بعضهم هو بيسامح، إذا ما سامحوا بعضهم بيأخذ لهم حقهم. هذا هو المقصود. اسمح لي باتصال سمح الشيخ، تفضلوا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أنا عم صلي بالمسجد وورد السيد علي فضيل الله يحفظه ويسلمه، كان عم بيقول سمع هو عم بيقول إذا واحد بده يدخل بالصلاة بتاعي بيقول يا الله، هو أنا افتقلت عم بيقول سمع الله وحمد أمت وقفت، هو كان عم بيقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله بعد ركعة، ركعت مرة تانية، هل أنا ركعت مرتين ولا ما في مشكلة؟ لا يصح ذلك في حال متابعة الجماعة، يعني إذا المأموم رفع راسه وفكر أنه الإمام رفع راسه من الركوع شوي لقى الإمام بعده راكع، فيجب أن يرجع، يجب عليه أن يرجع حتى لو صار في ركوع زائد، ما بيأثر على صحة الصلاة. جزاك الله خير، أهلا وسهلا فيك. يعني صلاة بهالحالة صحيح مفروض هيك تكون، هو المفروض يرجع، مفروض يرجع. هلا مفروض يرجع اذا احتمل انه يلحق، اذا لحق اما اذا فرضا بدي ارجع هميت برجوع لقيت الامام رفع راسه خلص ما بقى في داعي ارجع، لانه استفيد شيء، وبتكون الصلاة صحيحة وكمل صلاة، انه لم يتعمد ان يسبق الامام. صحيح. يقول اغلب النيات تكون قلبية، هل يوجد من الاعمال العبادية ما يوجب تلفظ النية؟ كل النيات قلبية ولا يجب التلفظ بالنية. نعم ورد في بعض الأحيان مثلا يستحب التلفظ بالنية عند في أعمال الحج، وأما وجوب التلفظ بالنية ما في عنا ولا عبادة من العبادات يجب التلفظ بالنية، كلها ما كل بين العبد وربه، كل عبادة، لأنه النية شو هي؟ النية هي القصد إلى الفعل.
يعني أن تقصد الفعل الذي أنت تقوم به، يعني أن تأتي بالفعل قاصدا ملتفتا عارفا ماذا تفعل، هذا هو. نعم. وهي ما بدها لفظ، ما بدها حكي. في حد عم يقولنا شيخنا أنا كنت من أهل السنة، وردا على الأخ الذي قال إنه لا يجوز أن ننصر من يوالي الإمام علي، لا يوجد أحد من أهل السنة لا يوالي الإمام علي عليه السلام، فكل أهل السنة يحبونه ويحبون آله. تحبوا تحكوا شيء بهالإطار ولا؟ لا لا ما في داعي، لأنه أنا بصراحة ما بحب فوت بهذا الجدل. نعم صحيح. في حال ما صليت المغرب والعشاء وقطعت الساعة منتصف الليل، هل يجب علي الصلاة بنية القضاء؟ طبعا من لم يكن معذورا في تأخير الصلاة، صلاة المغرب والعشاء إلى ما بعد منتصف الليل، يأتي بها بعد منتصف الليل قضاء. يعني شو من لم يكن معذورا؟ مرة واحد نام قبل غروب الشمس، أو مثلا لا بعد غروب الشمس، نام على نية أنه بيقوم بأثناء الوقت وبيصلي، بس غلبوا النوم وراح سحبها إلى ما بعد منتصف الليل. أو إنسان لا فكر حاله صلى، هو معود يصلي بأول الوقت، أول ما بيقدم بيصلي، بس يوم من الأيام كان بإيده شغل وقت اللي أدن كان كذا، أو كان على سفر بالسيارة ما قدر يوقف مثلا، وعلى أساس أنه أنا إن شاء الله بوصل ونسي فكر حاله صلى، بعد منتصف الليل ذكر التفت أنه أنا ما مصلي مغرب وعشاء، فهذا يبقى إلى طلوع الفجر صلاة وأداء إلى طلوع الفجر. أما لا، إذا أنا عارف حالي مش مصلي وما في شيء يمنعني عن أداء الصلاة، غايته أنا أخرت، حتى هذا اللي ماشي بالسيارة وأساس بس أوصل، إذا شاف ضاق عليه الوقت وخاف ما يوصل قبل خروج الوقت، فيجب أن يصلي ولو بالسيارة. هو ماشي إيه ولو بسير، يعني لو فرضنا أنه أنا عرفت صحيحة ومجزئة، صلاته صحيحة ومجزئة، يعني أنا عرفت حالي إذا بدي أنتظر لأوصل رح يكون انتصف الليل قبل ما أوصل، فهون بصلي بالكيفية التي أستطيع حتى لو أنا وماشي بالسيارة. أما لو واحد هو غفلة منه أو سهوا أو نسيانا أو بدون قصد التأخير، هو غافل أنا ناسي حالي إني مش مصلي، فبيجيبها أداء، بيجيبها أداء حتى طلوع الفجر. هل القيام بأعمال البيت من واجبات المرأة على زوجها، وإن لم تقم به فهي مأثومة؟ يعني أنا رح جاوب بطريقة شوي يعني مش هيك، مش دركت نلف على الموضوع. تفضل. النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال أنه جاءت إليه بعض النسوة، نعم، سألوا يا رسول الله أنه القرآن يضج بالآيات وأحاديثك بتضج بأنه والله الرجل إذا فعل كذا كان له كذا، الجهاد، الاستشهاد، القتل في سبيل الله، كذا كذا كذا، طيب كل هالفضل للرجال، طيب النسوان شو لهم؟ فرد عليهم النبي صلى الله عليه وآله بقوله جهاد المرأة حسن التبعل. حلو. جهاد، جهاد المرأة حسن التبعل. شو يعني جهاد المرأة حسن التبعل؟ يعني إذا أرادت المرأة أن تحظى بثواب الجهاد في سبيل الله، فأن تحسن التعامل في بيتها، أن تعيش حياة زوجية فيها راحة إلها ولأسرتها. طيب كيف ممكن المرأة تريح زوجها وتريح أسرتها؟ بأنه لا بأس أن تقدم على خدمة البيت طواعية وقربة إلى الله تعالى. هو أجمل شيء شيخنا هذا، أنه تنوي حتى بعملها قربة إلى الله، قربة تعالى إلى الله. حتى لو مش واجب عليها تقوم تغسل فنجان القهوة، تقوم تغسله، أنا عم بغسله قربة إلى الله تعالى. عظيم. أنا إذا ما واجب علي أطبخ، بس أنا عم بطبخ لزوجي وولادي قربة إلى الله تعالى، فهذه امرأة مجاهدة في سبيل الله ولها أجر الجهاد في سبيل الله، فبتحب هذا الأجر يا أخواتي يا عزيزاتي، فلا بأس تخدموا بكل طواعية وبكل محبة، وما تشعروا أنكم موظفات ولا خدامات عند هذا الرجل. حلو.
بيشغلكم غصبا عنكم، لا، انتم عم تخدموا نفسكم وعم تخدموا حياتكم لانكم بدكم تحظوا باجر الجهاد في سبيل الله. كثير رائع هذا الشيء وهذا الكلام سمحتي الشيخ، لانه احيانا مثل ما تفضلتوا منفوت مباشرة بالجواب ايه يجب كذا مدري شو او بالله. لا يجب، بتقوم المرة بتتمسك احيانا ما بقى بدي اشتغل يا بتعطيني اجار بتدب المشكل. صحيح. لا نحن خلينا هيك اخفاف الطاف. هو فعلا الله سبحانه يعني وتعالى شوف نحن اذا بنفهم طبيعة العلقة الزوجية وعلى اي اساس قامت كل هالاسئلة ما بنعود نحتاجها. الله سبحانه وتعالى عندما قال في كتابه العزيز ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، طبعا هون الخطاب للرجل والمرأة. نعم. عم بيقول للمرأة الله خلق لك من نفسك من نفس جنسك زوج لتسكني إليه، للرجل عم بيقول له خلق لك زوج لتسكن إليها يعني لتطمئن لترتاح لتستريح. وجعل بينكم مودة ورحمة. تخيل انه الرجال ومرته في بيناتهم مودة. المودة يعني الحب، واللي بيحب بيعطي، واللي بيحب بيبذل، واللي يحب يضحي، سواء ما واجب عليه ولا ما واجب عليه. هلا انت لما بتحب انسان بس بتخدمه لانه واجب عليك تخدمه ولا بتخدمه لانك بتحبه؟ إذا بتحب عن جد حبه لأنه حتى لو مش مطلوب منك شيخنا حتى الشيء يعني ورحمة. الفكرة اللي قدمتوها كمان قبل شوي قصة أنه وقت الواحد يعمل لله عز وجل هيدا كل شيء كله بيهون كله بيصير سهل. نعم صحيح. ولما بنجي هون أنا لما بحب يقال أنه أحد الأشخاص من هول اللي بيشتغلوا مرشدين تربويين واجتماعيين كذا، فرجل كان مختلف هو وزوجته فراح لعنده عم يشكيله عشان يوجد له علاج، قال له روح حبها. قال له عم بحبها، قال له عم بقول لك روح حبها. راح هذا غاب مدة حاول كذا يتقرب إلها بطريقة أو بأخرى ما كانت تنحل المشكلة. ما كان يقدر يحبها. رجع لعنده. نعم. كمان قال له روح حبها. نفس الشيء رجع ما مستفيد شيء، قال له ما بتزبط. قال له بدي أسألك سؤال، أنت بتضحي من أجلها؟ قال له لا. قال له بتعطيها شيء مش ملزم تعطيها إياه؟ قال له لا. قال له إذا أنت ما بتحب قال له إذا أنت ما بتحب ما بتحبها أنت. قال له بجيب لها البدية بعمل البدية كذا، من شيء المطلوب منك عم تعمل شيء اللي واجب عليك تعمله، أما شيء يوم فكرت انه شغلي مش واجبة عليك جيب لها تجاهها عملت لها اياها شيء. شي مرة شفت حالك تعبان ومع تعبك حاولت تريحها وتعمل لها شيء رغم تعبك عملته شيء؟ قال لا. قال له اذا انت ما بتحب، لانه اللي بيحب بيضحي. شوف الام المربية الام المربية، الام لا يجب عليها ارضاع اطفالها، بس ليش بترضعهم؟ ليش بتفيق بنص الليل بأقصى الظروف بتقوم بتطعم أولادها وبترضع أولادها وبتراعي أولادها وبتغسلهم وبتنظفهم وكذا؟ ليه؟ لأنها بتحبهم. صحيح. أما إذا ما بتحبهم وبتكرههم ما مستعد تعمل شيء، لا المفروض عليها ولا اللي ما مفروض عليها. فإذا حبوا بعضكم يا رجال ويا نسوان، ما بتعودوا بتوقفوا عند مسألة هاي واجبة علي ولا لا. بصير الرجال بيوقف على المجلة مع مرته، بصير بيحمل المكنسي وبيكنس البيت مع مرته، وهي بتساعده بشغله وهو بيساعدها بشغله، وينوي قربة إلى الله. ما بيعودوا يفكروا انه هاي واجبة علي ولا مش واجبة علي. صحيح. مولانا بيقول بالنسبة للنفقة هل تجب على من تزوج عقدا او بالعقد المنقطع؟ لا نفقة في العقد المنقطع الا اذا اشترطت عليه وقبل الشرط. إذا قالت له بزوجك نفسي مدة كذا بس بدك تنفق علي بهالمدة وقال لا إيه أنا موافق، فباعتبار أن عقد المنقطع هو عقد لازم وهذا شرط في عقد لازم فيصبح لازم. طيب
اللي سألنا عن موضوع الزواج يعني الحج يعني وعدم الاتيان بطواف النساء، وقلت انه طواف الوداع يعادل طواف النساء. إيه عم تقول انه على رأي كل المراجع هيك ولا على رأي سيد فضل الله؟ تقريبا معظم مراجعنا وفقهائنا. نعم. حكم المرحاض باتجاه الإبل سمحت الشيخ، يعني طبعا في كلام بين الفقهاء، منهم من يقول انه مطلقا سواء كان التخلي في الخارج أو داخل الأبنية كما هو الواقع الآن، البناء التواليتات والحمامات لا يجوز، وعند بعض الفقهاء أنه إذا كان في الخارج لا يجوز، إذا كان داخل البناء ما في مشكل، وعند بعضهم كما هو رأي سيد فضل الله لا إشكال في ذلك مطلقا وإن كان يكره. حلو. يعني السيد فضل الله ما في مشكل، يجوز وإن كان الأحسن والأفضل ترك هذا الأمر. الصدقة على البنت أو الزوج تجوز؟ الصدقة المستحبة ما في مشكل، تعطى لأي كان. الصدقة تعطى لأي كان ب طيب نحن تقريبا سمح الشيخ بعد عندنا سؤال واحد بيقول إذا في أيتام تولت أمرهم أمهم كيف تتصرف معهم؟ يعني ما عندهم معاش كافي أو شيء دخل والأم ما بتقصر معهم بشيء، بتقسى عليهم شوي في المعاملة ويعني والعاطفة شوي قليلة. طبعا هذا الأمر مرة منقول شو واجبها الشرعي، واجبها تنفق عليهم إذا كانوا فقراء ولا يملكون ما ينفقون به على نفسهم. نعم. وليس لهم مال تنفق عليه منهم عليهم منه. نعم. فيجب عليها أن تنفق من مالها، هذا أمر طبيعي. بالقدر الذي تستطيع عليه. أما يعني مسألة المحبة والعاطفة فهذه أمور يعني العلاقة بالمشاعر والأحاسيس. إنه إذا قست عليهم شوي. هلا مرة بتقسى عليهم يعني بما يقتضي طبيعة التربية وطبيعة الإعداد، وهذا أمر طبيعي يعني أحيانا لما الواحد بيشد شوي على أولاده بيقس شوي على أولاده، مش بقصد التشفي، مش بقصد الانتقام، مش بقصد الاعتداء، وإنما بقصد التربية، بس طبعا بحيث لا يرتكب حرام، بحيث أنه يضرب مثلا يجرح يكسر أو كذا. أما مثلا والله بتعيط عليهم تمنعهم مثلا من عم يعملوا شيء غلط او خايف يوقعوا بالغلط او كذا، هذا امر طبيعي يعني مما تقتضيه التربيه. واذا كانت مش قادره يعني تعطيهم العاطفه اللازمه يعني انه اثرت عليهم. شوف هاي المسألة نحن طبعا ما فينا نتدخل بمشاعر الناس، هاي مساله هي عم تقول انه ما بترويهم عاطفيا، بدها تحاول قدر الامكان ان تكون معتدلة في علاقتها العاطفية معه. يعني مش تكون والله تعيش جفاف روحي وجفاف عاطفي بحيث ما في أي ميل وأي عاطفة، وكمان مش بالضرورة والله يكون فوق العادة، يعني أن يكون بمعنى أنه الذي حياة طبيعية أن تعيش العاطفة الطبيعية مع أولادها. نحن خلصوا أسئلتنا وبنفس الوقت خلص وقتنا سمحت الشيخ. الحمد لله رب العالمين، يعني هون استوفينا الوقت والبضاعة. صحيح. كل الشكر والتحية لكم سمحت الشيخ زويق قوصان. الشكر موصول لكم أعزائنا، نلقاكم غدا إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.